هي المسائية برواق عبد العباب بالرباط، حيث التأم شمل نخبة من الفنانين التشكيليين الشباب لعرض آخر إبداعاتهم تحت إشراف الفنان فؤاد بلامين، والذي منح بطاقة بيضاء لتشكيل هذه الباقة المتنوعة من المبدعين. رغم اختلاف مشاربهم الفنية، توحدت أعمالهم في قواسم إنسانية مشتركة. الروبورتاج لمحمد القنت والميلودي زينتين. بطاقة بيضاء لفؤاد بلامين هو عنوان هذا المعرض التشكيلي المشترك الذي يجمع 14 فنانا من مختلف المدارس الفنية، وهي فرصة يحتفى من خلالها بالمبدعين الشباب من خلال النظرة الفنية والحس النقدي والرغبة في تقاسم المعارف التي ميزت مسار فؤاد بلامين كأحد رواد الحركة التشكيلية بالمغرب. بالنسبة لي فؤاد بلامين قام إبداعية كبيرة وله نظرة فنية ثاقبة، كما أنه درس الفن لسنين طويلة، ما منحه الفرصة للتعرف على العديد من المبدعين الشباب. فهذا المعرض التشكيلي المشترك هو بمثابة دعوة لاكتشاف أشكال تعبيرية جديدة قاسمها المشترك البحث عن حقائق في عالم مطبوع أكثر من أي وقت مضى بالريبة والشك والغموض. ديجا خدمت مع بلامين في اكسبوزيسيون قبل من هادي، وانا كاين واحد الترافاي ديال لوبسيرفاسيون، يعني كان تتبع ديال لا سين جديده، ويا روبيراج ديال واحد الفنانين اللي كيديو مع الفنان هو فؤاد بلامين، اي او ميم طون كيديو مع اللي هما كيتحاكاو مع بعضياتهم. لفؤاد بلامين نظرة نقدية عميقة لأعمال المبدعين المغاربة الشباب، وهذه نقطة قوة هذا الفنان الذي يمتاز أيضا بكونه معاصرا في أفكاره الفنية ومنفتحا على جميع الأشكال.